وقفة احتجاجي نفذها عدد من موظفي القطاع التربوي في مديرية خنفر، مطالبين بسرعة صرف مرتباتهم المتوقفة منذ 3 أشهر. إضرابنا هو إضراب سلمي، لا يتعرض لأي شقب، لا يتعرض على أي مشاكل، هو مطالبة بالحقوق الشرعية الموجودة في الدستور والقوانين وذا. ونتمنى أن السلطة المحلية تتجاوب مع حقوق المعلمين حتى نستطيع أن نبدأ عام دراسي مثالي نعلم فيه أبنائنا بشكل أفضل. المتظاهرون رفعوا في هذه الوقفة شعارات عدة تطالب بسرعة الاستجابة لمطالب مشروعة قد يؤدي تجاهلها إلى تفاقم الإشكالية وازديادها، خصوصا وقد جاءت هذه الوقفة متزامنة مع الإضراب الذي أعلنه المعلمون في مديريات خنفر وزنجبار. نهدد بالتصعيد ما لم نستلم مرتباتنا، المدارس الآن مغلقة، ونهدد بتصعيد أكثر ما لم تستجيب لنا السلطة المحلية في المحافظة والجمهورية. الإضراب الشامل في المديريات التي لم تصرف فيها رواتب المعلمين جاء مع بدء العام الدراسي الذي يستوجب العودة إلى المدارس حفاظا على مستقبل التلاميذ. نحن معلمين علينا واجبات، تمام، وهذه الواجبات نقوم بأدائها على أكمل وجه، ولنا حقوق وهي حقوقنا المتمثلة برواتبنا. نحن الآن لنا 3 أشهر، شهر 7 و8 و9 لم نستلم رواتب، مرت علينا ظروف صعبة جدا، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولم نحصل على أي مبالغ حتى نعين أولادنا وأسرنا وندخل فيهم الفرحة والسرور. المسؤولون وعدوا بالوقوف إلى جانب المعلمين والمطالبة بحقوقهم تلافيا لأي عواقب قد يتحملها التلاميذ في حال استمرار الإضراب وإيقاف التعليم، والعام الدراسي قد بدأ في كل المناطق والمحافظات. وقفة احتجاجية أخرى لموظفي التربية في محافظة أبين، سبقتها الكثير من الوقفات الاحتجاجية، يصاحب هذه الوقفة إضراب شامل وتوقيفا للعملية التعليمية. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.